السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، يا جماعة احنا دوت يعتبر تاني تقريبا تالت فيديو لينا في القناة، وبنحاول نكبرها ان شاء الله، واديني شغال معاكم اهو. وهبتدي انشر فيديوهات لمواقع انا شغال بيها وبكسب بيها يوميا حوالي من 5 روبل لحد 25، بس عشان انا مش اونلاين كتير. اهم موقع فيهم واحسنهم طبعا اللي انا هشرحه دلوقتي، بس قبل ما نكمل الشرح يا ريت لو عجبكم الفيديو او ان شاء الله هتكملوا معانا بقية السلسلة اللي هشرحها تعملوا سبسكرايب وتفعل خاصية الجرس عشان يظهرلك ويجيلك كل ما هو جديد. خلاص، انت حضرتك هتخش على الفيديو اللي انا هسيبه، هتلاقي فيه لينك في الديسكريبشن، هتقوم دايس عليها هيفتح لك صفحة زي دي كده. اوكي، الصفحة دي عبارة عن ايه؟ عن حضرتك هتخش على الموقع، هيقول لك مثلا سجل اسمك هنا، سجل الايميل، سجل الباسورد، وعيد الباسورد تاني، وهتقوم جايز كريت اكونت. مجرد ما حضرتك هتعمل كده هيقوم فاتح لك، انا طبعا عامل الحاجات دي كلها فهجيب لكم الصفحة على طول، هيفتح لك الموقع من جوه. وخلاص انت كده دخلت على الموقع، هتبقى اسهل لو بتشتغل على متصفح جوجل، عشان هتقوم عامل كده على طول ترانسليت وانجليش، هيجيب لك اللغة الانجليزية لان الموقع روسي. هنا هتخش، هنا هيبقى معاك، هو هيديك اصلا عربية هدية، يعني بيديك عربية فيها 10 روبل. العربية دي بيديها لك هو مجرد ما تعمل ريجست، فطبعا اول ما هتعمل ريجست هيديك العربية دي، وهتعد كده اهوت، واول ما تخلص عدة تسحب هيظهر لينك كده، تقوم دايس عليه ويقوم حاطط لك هنا الايه الروبل في الكونسيشن. بس ده مش المكسب الوحيد، في حاجة اسمها سيرفنج سايتس. صرف المسايس دي بينزل اعلانات كل شوية، تقوم حضرتك دايس عليها كده هوت. مثلا يوم الاعلان فاتح زي ما انت شايف كده في قائمة فتح، وبيعد عداد تحت، تستنى لحد ما يعد العداد، مثلا 25 24، انا هسيبه دلوقتي واخليه يعد معاكو واشوف هنعمل ايه. 19 18، طب مش هو بعد دلوقتي ما بيعد هيديك صورة معينة او نقط معينة انت بتختارها وبتدوس عليها او بتعدها، تقوم دايس الرقم بتاعها فبيعدلك قيمة الاعلان بعد ما بيخلص. اهو هو خلص دلوقتي اهوت 27، اداك رقم بتختار الصورة بتاعها كده. خلاص اهو بيحمل الفيديو، بيتحمل هتقوم قفلها زي على الصفحة اللي بعديها. انا كان معايا كام؟ معايا 10 88. هقوم اعمل ريفريش للبيت، بص قيمة الاعلان بقى 10 93. طبعا السايت يعني انا مش عايز اقول لكم انا عامل ساحب عليه قد ايه لحد دلوقتي، انا واصل ل 10، هسحب معاكم دلوقتي برضو اوردر دي نمت عشان يبقى البروف رسمي ان احنا فيه. وصلنا سحب بيتم، محدش يقول لي الموقع ما بيسحبش، او 10 هكتب الرقم بالظبط 93 اوردر بيمنت اكسلنت بيمنت وسكسفاي ميد، يعني خلاص الكلام وصل. يعني اهو بص هتلاقي قيمة السحب راحت، واقوم داخل على المحفظة اهو. انا كان معايا واحد بقى 51 روبل، 10 82. طبعا النسب البسيطة دي بتتخصم من قيمة الموقع، يعني بياخد حاجة بسيطة. طيب دلوقتي انت حضرتك يعني انت وريتنا الاعلانات ووريتنا هي العربية اللي هي بتعد ديت، بس هو ده كل الحاجات اللي هنكسب؟ لا، في حاجة جديدة لسه الموقع منزلها من فترة بسيطة، اسمها ايه؟ هشوفها معاكم دلوقتي، اسمها بيت كويست. دي عبارة عن كويستات بتعملها، بيديك بيها روبل بتشتري بيها. يعني انا هنبص تحت مثلا ايه زي كويست دي عاملها 1000 فيوز ان سفرنج صح، يعني حضرتك بتتفرج على 1000 اعلان هتاخد ريورد 10 روبل، 10 روبل هتجيب بيها عربية زي ما قلنا. كويست باز، انا عملت الكويست ديت وخلاص، وكذا كويست بتعملها وبتقوم عدد الروب تخلصها، بيقوم هم مدين لك على اللي انت خلصتها. يعني مثلا كويست زي ديت لو عندك تعمل سبسكرايب دي سهلة، بتاخد 1 روبل، وهكذا لحد ما تجمع. لحد دلوقتي مجمع 4 عربيات، كل ما يعني 40 روبل تقريبا من الموقع من غير ما ادفع حاجة. انا عمال اسحب بس من الموقع ده من ساعة ما دخلت عليه، فهو يعني موقع رائع. حاول الناس تغله، عشان كده انا قلت اسيب لكم الشرح ده عشان كله يستفيد ان شاء الله. ولو في اي حاجه حضرتك هتسالني تحت في الديسكربشن هرد عليك على طول، انا اونلاين النهارده، واي حاجه هتسالني فيها هرد عليك.
يا ريت بقى لو عجبكم الموقع تعملوا لنا سبسكرايب وتجهزوا كاسيت، تدوسوا على الجرس عشان يجيلكم كل ما هو جديد، وان شاء الله هننشر كم موقع تاني انا شغال عليه. السلام عليكم.